والفريق اللي راه متربع على عرش الحصه منذ عده ايام، حتى العدد راح لي، حتى الرقم مشالي، حتى ربما الاحصائيات راحت لي رغبت لي، ما نعرف شكون هو الثنائي اللي جانا من الاذاعه الوطنيه، الاستاذ جمال داء والاستاذ دي جي، شكون تشاغيك سيدي بالنسبه لي اللي عندهم لحد الان وما محاسبين مليح. حاب يقول شحال القطر يا مساكيم داخلين تيام وبطل شتوي بطل شتوي نعم بطل شتوي نعم الجديد للصبغه الجديده. ولاول مره الامس ولا لول امس ثاني كنا عشنا لاول مره في التاريخ ايميسيون بدات اليوم اخلصت غدوه من ذاك يا جماعه تالمون لي جو ما لحقناش حصلنا ومنا زدنا كملنا يومين متتاليه راه قاعد بصح كنا نحسبوها بارتيه واحده ما نحسبوهاش فيها زوج بارتيه خرج فيها فانكور واحد اسامه راح الله الله علينا راني بيان داكور سانكيام ولا باقي لنا ديماري بلاطو ولا لا ولا لا انا البارح انا كنت رفت الاعلام ديالي وكنت نشجع كامل الفريق الفرق اللي تجي الخص ماني نشجعكم ماني معاكم انا الاتحاد راهي معاكم هذه غير بيضه مع العادل الله يرحمك انا اللي بصح كاين حاجه لا راك انتم ثاني كنت تدخلوا داخل 18 وطيحوا تدخلوا ادخلوا داخل 18 انا قال معاكم كونتر علينا سبحان الله العظيم انا على حسب البوان طيح في صدقني صدقني التلفزيون هذا كونتر عليهم هاي صاب اللون بارا هاي مليحه مليحه هاي مليحه وشنو انتم ثاني كديروا شويه خلاص باش نكاسيو الريتم مي سينو الى الامور تمشي نورمال خلونا نرحبوا بالاستاذ امين عبد الله اسلامتك مرحبا بك صحه رمضانك واش راك شيخ لاباس صافي كارونتو عندي زمان وحتى كويا فيها يتوصل توحشك الخير عندي كثير ما تلاقيتش امين في البلاطوات من ذكريات الماضي صديقي امين من سنوات بالك كاميرا كاشي من يا كاميرا كاشي خاطيني يا خويا ماشي انا شبوك شبوني ليك انا خاطر لا كاميرا كاشي قلت لك انا كاميرا كاشي لا سول اللي ما زيدش يدير حتى واحد ما زيدش يدير على تايلاند تاع على تايلاند يا حي لك اليامات يا انا نظن باللي اخر بلاطو عشنا كيف كيف في 2009 واقيلا لا وي وي كاينه كنا نديرو حصه زير شو هذاك الوقت اللي التلفزيون العمومي المهم ومن بعدها بيان سير امين انطلق خويا بالموطو راح بالموطو راني معاك شخصيه مر شخصيه وغيره وغيره وهذا العام راك حاضر مع صديقي جا معاك الياس مساء الخير الاخ الياس الناس الوافي اللي في رحله سيدي الله يحفظك الشام اللي هو حاضر راكو في لابرودكسيون هذا العام رفقه صديقنا امين بومدين لابرودكسيون عائلة أونبان عائلة أونبان شامبان يا أخي لا لا زال اليوم ماذا بك ما تكون شامبان صحيح اليوم الربحة الياس اللي كنا نحكوا في الكواليس مناصر وفي لفريق نصرية حسين داي وشنو ولا نصرية وأمام طق قلبه كبير روح رياضي وماي المولودية ما فهمتهاش قلت له أنا هذه مي معليش مقبولة أفكار أفكار لا 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 النهدي يا حومتي الياس أخويا دبر راسك الربحة اليوم إن شاء الله مساكنين هنا إن شاء الله وجازوا ربع عيبات قبل كيف كيف كات جور دافيلي يقولوا كاع الهضره ربحه اليوم يخلعوني ومع الاخر نلقى سكور ماشي قال قريب 25 20 هكذا ماشي 25 23 ولا تلقى بعيد 25 16 او جاء امين وانا لا امين وانا يا خويا جاء امين امين ماشي شهر والله العظيم يكلر لا استطيع لا 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 ما تنساوش ليميسيون دي ما ديروهاش وحدكم لا بيان سور يلعبوا معكم لي كونديدا هاي الهضره خير لنا واحد ان شاء الله ان شاء الله لي كونديدا يرفدوا لكم ذلك المستوى ويعاونوكم كثير صح ان شاء الله هاني بيان داكور طارق صحيح رغم انه في ليكيب هذه ما كان لا طارق لا كونديدا كان غير جمال بس قالوا لنا في الكواليس نعاونوكم ان شاء الله قالوا لنا قال لك الاسئله كاع يجيبهم باذن الله تبداو تعرفوا بلي كونديدا نعرفوا انا بركة الله على بركة الله بارك الله فيك الاخ جمال نرحبوا بهم تفضل لايف سبحان الله العظيم هذا تقولي خيرهم لي سبيسيال يا اخويا
خويا عندنا ايميسيون ديو، ما قلنا دبزه، ما قلنا عركه، ما قلنا الله يبارك خويا. ريماركيت ها كيفاش جايه حابطه غير بالعقل. الاخت مساء الخير، صح رمضانك، صح فطورك. الاخت شكون ومن اين؟ اماني امل بن صغير دوباتنا، جيتي 23 زون اتيديون ان دغوا او ميم تو مانك. En même temps Manka. Manka. Elle a fait les questions sur les manques. عندنا واحد يسيبورتي نصريه قلبه كبير، وعندنا واحده ايتيديونت اون دروا اون ميم طون مانغا، قلبها كبير يعني ما شاء الله. يعني سبحان الله، الله يبارك، مشرفين بك. الاخت من ولايه باتنا صديقي الاخ، مساء الخير. السلام عليكم. نصر الدين بونجار. صحيت نصر الدين. استاذ تعليم ثانوي، استاذ ماده تاريخ وجغرافيا. بابا 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 تروح تلعب منا درع، تخسر تربع تروح تلعب منا. هاني هنا تروح تلعب منا درع، ما عندك وين، هروة هروة. بصح الله يبارك، شوف يبارك فيك، 26 سنة. الله يبارك. في الثانوية كنت أستاذ في ألاج دو 22 زون. الله يبارك. جيبو جيبو سمعني. وتبداو تبداو بالبريمار وما تروح لا 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 ديريكتومون، قريت خمس سنين في الجامعة ودخلت ديريكتومون. أون بليس يا حسن. منو الرفارة هنا؟ أنا مايونيز ما نحملهاش على كل حال. يرحمي ماك. لا لا تجي معنا ان شاء الله. لا لا ما تقوليش هكذا. معاك معنا صاحبي. ما تقوليش هكذا، شوف انت ادخل في مخك راك تلعب مليكي مايونيز. مش داخل قلبك دير في بالك راك تلعب باريسا. الامل بالنيات. داكور. اخطيك من المظاهر، ما تتبعش المظاهر. صح ولا ماشي صح؟ صح. اعطوني من فضلكم. اخطيك من المظاهر. اخطيك من المظاهر. اعطوني من فضلكم هكذاك. اصبر نعطيك البابيل. داكور. شحال شحال هكذا؟ شحال جمال قول لي. 10 سنتيمات. 10 سنتيمات. أنا نتبع جمال. 10 10 راني جاية. 10 10 سنتيمات هادي. جاب لي 400 قريش. هذيك سبعة. هذي 10 سوا سوا. هي قاستها سوا سوا. وأنتايا؟ سوا سوا ثاني. والله سوا سوا يا خويا. شي فورمي أمتي شي فورمي صوفيا. 10 دوك أنا نتبع القانون واش يقول لك؟ أنا يقول القانون طوح تلعب منا. هاي العشرة. ثانوية وراك تخدم، كاين مدير المدرسة وكاين تانيك بعد سيرفيون جينيرال هكذا. خلاص دير في بالك راك تهضر مع مدير المدرسة. داكور صحيح. هذا ما كان فيها والو، راك اليوم عندك اون ميوتاسيون في اتجاه هنايا تزال بليدة. داكور صحيح. وهنا عندنا مزيج باتنا العاصمة وجمال. ولاية جمال لازم جمال وحده ولاية وحده كومبلي. الله يبارك صلى على النبي. ولاية نبداو إذا سمحتم دوك لا ما يتبدا عندكم أنتوما. القانون سهل للموالفين بصح نعاود نشرحوا ما فيها والو. نبداو بالمرحله الاولى اسمها السلطه عامه. السلطه عامه بيقول سلسله تاع اسئله ثقافه عامه. عندكم ثلاث اسئله وما نروح لثلاث اسئله، في ثلاثه يهضر شحال تجيبوا مليح ونفس الشيء بالنسبه لهم. نبداو الاسئله الاولى. الاسئله يضروا لكم على الشاشه، اسمعوني وفيريفيو. هما يبداو ياك؟ هما يبداو، خذوا لاما باسكو المدير دار درع وبعثهم ديريكت لها. انا باش نكونوا واضحين، باش نكونوا واضحين، حنا ما عندناش حنا زوج وجوه، عندنا السياسه واضحه، دايرين درع ومعرفه، ما ساهم ما بان والو. عندي شحال هادي؟ عندي واحد ربع ايام وانا داير المعرفه، ما بان والو والو. طيحوا داخل 18 تعطيكم بينالتي. طيحوا بصح. سبحان الله العظيم. السؤال الاول، كيفاش نقولوا كلمه شكرا؟ بالاسبانيولي نقولوها غراسياس، بالفرنسي ميرسي. اصبر عليا ما تقلقش. انا بلاتي بلاتي بلاتي. دوك انا نقول لكم كيفاش نقولوا ميرسي شكرا باللغه اللي على بالي تعرف تتقنها انت مليح، اللي هي اللغه اليابانيه. كيفاش يقولوا لها؟ يقولوا لها شاهي غاتو، يقولها اريغاتو، لاريغاتو، ولا ما تتمسخرش غاتو يا اخو ما تتمسخرش. أريغاتو. أريغاتو. الجواب هو أريغاتو. مبروك عليك أول إصابة. نعم عمي جواب صحيح، مبروك عليك. أريغاتو بكل بساطة، أريغاتو تخرج عليك صحيح. السؤال الثاني، ما اسم تبعني يا أخي؟ على بالك في اليمن عندهم واحد الزيت تقليدي وتلقى جينيرال واحد الموش هكذا محطوط هكذا. صح صح في اليمن موش هكذا مع الحزمة هذيك. هادي فلان السيد التقليدي تاعهم. صح جوستومون. شوف الموس هذا، اعطيني دوك الاسم ديالو. ما اسم السكينه اللي يرتديها اليمنيين مع لباسهم التقليدي؟ واسمها الجنبيه، الظهريه،
السكينه بكل بساطه ولا الذهبيه. بوزي وريبوندي ان شاء الله غدا ان شاء الله ماشي اف 4. الجنبيه. الجنبيه سي اون بون ريبونس يا جماعه. الجنبيه نعم. رغم انا سمعت هنا واحد شكون قال فيكم الذهبيه. تسمع الذهبيه الياس قلت لك قلبك كبير. ايه قلبك شوف ريح غير في الملاحه تم الدور ما تبعتش الحم الشيخ ولا دي ذهبيه انت تيماجيني بسمها الذهبيه واش انا قلت اه صح ذهبيه. نروحوا دوكا للرياضه سؤال ثالث والاخير في سلطه عامه عندي. شكون اخترع رياضه الهوندبول كره اليد؟ شكون اخترع رياضه الهوندبول؟ هل هي في البرازيل في رومانيا في الدنمارك المانيا ولا تشيكوسلوفاكيا ولا في المجر؟ كان جواب صحيح ما تقلقش روحك. هذوك اللي متسادفين كاع وحده؟ اه كاع وحده. الدنمارك المانيا تشيكوسلوفاكيا وحده، البرازيل وحده، رومانيا وحده، والمجر وحده. تفضل. صحيت؟ برازيل. بلا ما تحاول تسمع للجمهور. اه برازيل قلتها مرة. قلت البرازيل. اما اللي قال لك تاع الجمهور نقول قال لك واحد. خالفه على قلنا لك تروازيام مش بيك هي هي تروازيام شنو هي؟ دنمارك. دنمارك بارك الله فيك بارك الله فيك. يقول لك هي في الحقيقه انا اعطيتك لا ما تديرش رايك حبك حبك. رياضه كره اليد مزيد دي كلمه شامبيون دي موند بزاف. هما كل واحد فيهم يدير نسبه العمر يقول لك لا لا احنا لا احنا بصح هي تخلقت في هذاك الثلاث بلدان كل واحد زاد لها شويه واحد. البرازيل غير خرجت دنمارك الالمان البرازيل في الفوتبول قول الفوتبول ذاك البرازيل ماشي في. انا ما نقولش جينيرالمون نقول واش يقول عمو جوجل عمو جوجل قال لك في ثلاثه نعطيهم ديما علينا ملاح سي بون كمان يعني نقطتين من بين ثلاثة محترمة جدا. نروحوا دوكا ليكيب هريسة تاعنا اون كونف مع الأخت من بطنة مزيج بين الحقوق وال والماتريك عارضة أزياء الموضة شايف الموضة والموضة راك شايف سيدي القاضي تجي جايزة هكذا وموكيلي جايزة هكذا حيرة جيب أنا ما هنا نحبس هنا اسكت اصمت قليلا وهكذا. السؤال الاول هي صح يديروه في هريسه اه لا 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 ان شاء الله طارق الاخت هذا فكريني اسمك اماني اماني سلام اعطونا تصفيق اماني ديال اماني اخ جمال والاخت اماني وصديقي طارق وش من عام تبعت اول اس ام اس رساله قصيره واش من عام 1992 1995 1998 2000 شورت ميساج سيرفيس رساله قصيره شورت ميساج ايوا 1998 1992 دونك هنا لي بوان هانو كي يجيبوا اجابه خاطئه ما تهمكمش حرت كيفاش شدوا خمسه ولا سته تسمى هذيك كنت على بالك بها هذه انا سيدي برك لي على بالي هذيك كنت على بالك بها انت انت الذهبيه هذا تقول لي بالذهبيه هذا معايا انا هذه فهمني كيفاش كنت على بالك انا ما عرفتهاش هذه اسم صدقني بيبي كنت عايش في الاسم استا باين اول اسم اس قلت له هكذاك ما هكذاك ضربتها وهذاك الوقت زايد شمرتها مام لو كان زاد دار 88 وكان زاد دار دات واحده اخرى بين ابني كمل السؤال الثاني سفيان بصح انا اونسيان في الميدان انا شويه قديم في الميدان انا اللي حاس زيد واقف في لاطات هذيك زيد 88 انا اني حاس باللي اي مليحه شميت ريحه الضغط والله اعلم اني شام ريحه الضغط جمال صوفد مليحه مليحه كالما 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 سؤال ثاني اول اس ام اس تبعت باش نكملوا المعلومه 3 ديسمبر 1992 باش نكونوا بيان بريسي وعلى بالي لي بريسيزيون دي يموت عليها حبيبي طارق عندك الحق بيان سير دوك جوستومون نريحوا فيها شفت هذاك لاس ام اس اللي تبعت لو 3 ديسمبر 1992 كتبوا فيه واقع حيت واش كتبوا يا لمن راح فور امين لي من راح اي قول لي الهضره راهي في من لي من راح لي من راح راح لي مات السيد اللي بعتها
يماه بعتها ليماه ولا بعتها للمرا ديالو قال لها واش نجيب لك العشيه عشاء باش يدير لها بتيت سيربريز بعتها للمعلم ديالو سهله ها للمعلم ديالو المعلم ديالو عطيها بتيت شيته صغيره ولا بعتها لصاحبه قالوا او معك الشرطه باش يديروا الخلعه كان كورونا ان شاء الله صحيت الاخ جمال يماه نورمالمون بعتها للوالده ديالو ممتاز دير في بالك بلي بعتها ايفيكتيمون للمعلم ديالو معلم خاطش كانوا قدامين بوندون بلو دو 2 سنين على هذا البروجي صح على 12 تاع الليل بعتها له المعلم ديالو ونقول لك واش بعث له قالوا بعث له بمناسبه كانت قريب من راس السنه بعث له لي فو تاع فان باش يقولوا بابق جبناها ماما نفع ما خيرتها ماما نفع جبناها ماما كيف كيف اعطيني واحده زيد لي واحده وقال انت المباضر يا اخي وري الدنيا قالت يا وريس علينا واش بيك تبعني مليح تبع تبع انا اعطوني من فضلكم هذه ركز مليح بها جماعه واسكن فيها شويه وش هو المنتج رقم واحد عالميا تاع التمر مانيش نقولوا شكون لا ميور دات باسكو لون دي ميور دات في العالم دقلة نور تاعنا حنا نقولوا اللي ينتجوا بزاف لا كونتيتي ايران الجزائر الناس بيبليكا العربيه السعوديه ولا مصر كرونو السعوديه السعوديه شوف فين ماهوش يمشي لقيت لي بيلت بصح مزيه طحنا في هذا لابارتي باش ما تشكيش يا اخي راك وحدك تلعب واك تبوزي وحدك الحمد لله ليسون شفتك شفتك تبوزي الجواب تاعنا بارك الله فيك بارك الله فيك واش قلنا الاخ جمال العربيه السعوديه العربيه السعوديه انا عندي سؤال حبيت نطرحه اشكون انتم راكم معاه باسكو راني نشوف غير جمال يريبوندي ماذا انتم راكم معاه راكم متفاهمين بورتوا الناطق الرسمي تاعكم جمال خلاص الناطق الرسمي تاعكم جمال في انتظار ما راح نقولوا نديروا التغيير للمره 186 للبيل البطاريات نروح نديروا فيها جينجل باسكو النتيجه هذه عرفت 2-0 للمايور سبعة جينجل مباشرة بعد انتهاء المرحلة الأولى كنت تشوفوا سكور طابلو الكترونيك ممتاز 2-0 لصالح المايونيز لحد الآن منذ بداية الحصة تاعنا وين بدات القيادة الناس المزيج بين الثانوية واش من الثانوية معليش مصطفى أولالي بير خادم بير خادم تحية كاع التلاميذ ماذا بك ماذا بك قدوة القلب يا شيخ صح شيخ صح شيخ صح شيخ جغرافيا تاريخ وجغرافيا تاريخ وجغرافيا تخلط جغرافيا يا شيخ يا شيخ شفناك يا شيخ اسكت برك والاخ امين والليكيب تاعنا من ولايه باتنا بقياده جمال وطريق 2-0 نروحوا للمرحله الثانيه شربه بريك شربه بريك محمد رمضان ولا في زوج اول اقتراح لحي الدكتور اول اقتراح باينه السؤال الاول راهو باينه كادو هديه باش تدخلوا في اللعبه الثروة ديالو تقدر ب 12 مليون استنى بس كيما هنا القانون يقول بلي كيما كملش السؤال النقطة تروح مباشرة للكوتي هريسة هذه ما تعرفها اعطوني ابوا اللي كيف تاع هريسة هاي هذا سر واحد على بالك باش تعرفوا كيفاش تبلوزي ويعني تخلوني نكمل خلاص اللي حطها فلوس انا ما نعرفوش قانون معلومة جديدة معنا شحال هما هنا وانت في ميزك تقدر تريبونتي قبل ما تعرف لا سويت انا عرفت باينه 12 مليون باينه بالله الثروه باينه شكون وانا على بالي لكم 12 مليون بقره سي رمضان بالك نقول لكم 12 مليون معزه 12000 بالك نقول لكم 12 مليون كتاب دينار معليش ايه ما كملتش واصلوا معنا بصحتكم صحيح واصل معايا رياضيه من فضلكم السؤال الثاني فخ شربه بريك محمد رمضان وعبد خساني ولا في زوج البداية كانت بأدوار صغيرة. رقم واحد في زوج سي اون بون ريبونس في زوج بأدوار صغيرة. سي دور شي منطق منطق محمد رمضان محمد خساني مثلا مغامرة تاع إخراج فيديو كليب. خساني محمد خساني زيد لي نقطة واحدة أخرى اللي كيف تاع الهريسة. محمد رمضان محمد خساني ولا في زوج تزوج
مرتين. محمد رمضان. محمد رمضان سي اون بون ريبونس. نعم يا عبد الله. كروزي اللي ما كاع فيكس. كروزي اللي كروزي كاع ناريال كاع ناريال ومن بعد خبطوا كسروا كاع الديكور ممنوع مسموح. شرب بريك محمد رمضان ولا محمد خساني عنده عمل ومشاركه في موسم رمضان 2024. خساني محمد خساني محمد رمضان ماما ما عندي اكسيلو اكسيلو تريكو اكسيلو تريكو يا عمر عندي كروزينا استاذ كروزينا كان سؤال فخ كان سؤال فخ كروزينا بك استاذ كروزينا كروزينا لا لا كروزينا اي تلاميذ احنا رانا في تلاميذ ومدرسه اريسا مايونيز احنا نتبعوا الاستاذ تاعنا وي نعم اخر والاخيره وهديه كروزي يا جماعه كلام قام كروزي في بلاصته سي بون شرب بريك محمد خساني محمد رمضان ولا في زوج شارك في المسلسل المعروف جدا ولاد الحلال اي عبد الحساني تاعنا مش خساني خساني نعم خساني محمد خساني اعطيني نقطة يا ملا لا لا ادير 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 بعد ما تحققنا بانه المشينة تمشي تاع الفار تاعنا زيدوا نجلقلوها يا سيدي انا عمي تلاقينا في هذا الفاصل الاسرائيلي الصغير عاونا تلاقينا مباشره في الجزء الثاني تاع الهريسه مايونز تاعنا تاعنا اليوم رفقه امين عبد اللي رفقه الاستاذ تاعنا تاع تاريخ والجغرافيا رفقه الياس نشام صديقي جمال دا والاخت اماني من باطنه والاستاذ وتاريخنا التلميذ المجتهد منذ بدايه الحصه وراه يعني حط لي بروكروز يا سلام يا حي يا حباده كامل يقدر كيما قال المرحلة الثالثة عبارة عن الطواجن، نبداو نحكوا على الطواجن، اليوم عندنا طواجن، اليوم عندنا زوج طواجن، طاجين العرس تاع بكري والعرس تاع دوك، ولا طاجين جمل بالماضي، بما أنه ليكيب مايونيز هما متفوقين، أنتم عليكم الاختيار الأولين، أنتم خيروا، باش ومن بعد بقى هذاك باين يروح منين، خيروا جبل بالماضي، ولا الطاجين العرس تاع بكري والعرس تاع دوك. تفضل أمين قول له. خيروا احنا خيروا جماعيا خيروا جمال بالماضي جمال بالماضي خيروا جمال بالماضي اوكي داكور السؤال الاول طاجين جبل بالماضي واش هي ولايه مسقط راس جمال بالماضي سهله عبص مستغا مستغانين مستغانين ماشي اون بون ريبونس سؤال ثاني واش هو سؤال ثاني شحال من لقاء ربحناه تحت قيادة جبل ملماضي في كان 2022 و2024 2022 2024 2022 ايوا صفر سي اون بون ريبونس فيه ثلاث اقتراحات اشرب 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 اباك الشيخ داير حاله استاذ بصح استاذ وي ريبوندي في السبور وي ريبوندي في راكم نتوما يقروا لنا اولادنا واش مليح الميركاتو هذا هو الميركاتو وجيه واش من عام زاد فيها جبل من الماضي عندكم ثلاث اقتراحات بعقلك استاذ 1976 1977 1978 تقول لي شبك تعرف شنو هذا دوني 76 76 سي اون بون ريبونس هادي مريقلة وعلى شوية لا جابها نخرج راح نكملها بالبوراك في الدار بالك أنا معاك أنا معاك لا لا هادي لا جابها استعرب به ماشي هي سهلة بصح يفالي لصابواغ إيه فوالا السؤال كما تقول أنت الأستاذ الجواب راه في السؤال صح وفهم السؤال نصف الجواب نصف الجواب في موسم 2005 2006 لعب جبل بالماضي في فريق شوطابطون شوطابطون فريق هدايا لعب معاه ان جوار ومن بعد ولا جروند ستار في فريق ريال مدريد شكون هاد الجوار وتحصل معاهم مع خمسه لي تشامبيونز ليغ بعقلك استاذ قال في بالي با 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 با
وشنو هذا عمي؟ وشنو هذا؟ هذا شيخ تاع جغرافيا ولا؟ استاذ ما ضربوناش بعين بلا عقل ارتيفيسيال ما ضربوناش بعين سي اوفيسيال بلا عقل لا 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 غير يحسن اتبعني مليح استاذ بعقلك استاذ انا معك عقلك انا معك شي حتى لافا حتى لافا المنتخب الجزائري بقيادة الكوتش بالماضي فاز 8-0 في ملعب تشاكر في تصفية كأس العالم استاذ جوستومون كونتر شكون تلمو كونتر شكون 8-0 في تشاكر ميتازولو هذه ما شفت لها طانسيت لها الياسة عطوني جواب الفريق واحد فريق من الافريقيا زوج بوتسوانا نروح هنا ان بوان لهريس لهريس ان بوان لهريس لا لا جيبوتي 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 اوكي اللي خسرتوا لي العالم هي بوزينا بوزينا جاوب خاطئ بطيتو ماشي على الاول ومن بعد جات واحد بصح هي كي نخسروا اوتوماتيكمون تولي عندهم لو بوان خاسر وعندهم جيبوتي ونفس الشيء وبعد اليوم فهمتك فهمتك ايوا سؤال اخير ملح. في طاجين جبل الماضي ما عدا حادثه اللاعب الدولي سعيد بالرحمه جبل الماضي كان عنده واحد هذا حادثه صارت في 2000 في فريق اولمبيك مارسيليا وشنو هي شيخ 2000 2000 وقيل هل لعبوا ماتش قطر الجزائر في 2000 كان عنده حديده شبالها كان عنده شغل الارتيكاسيون صرات له مع مناصرين تاع اولمبيك هكذا تاع لينا طلع سي بون معليش طاجين واش طاجين تاع الماضي جمال بالماضي لحد الان اصبر على نتيجه 9-5 لصالح فريق المايونيز نروحوا دوكا لفريق الهريسه اللي عليهم دوكا باش يعطونا الاجوبه تاعهم خاصين بطاجين العرس تاع بكري والعرس تاع دوكا ولا في جوج هذا ما كان لا لا ما كانش في زوج بالثلاثة بالثلاثة حاجة صح طاجين العرس تاع بكري ولا سد نبداوها أعطوني وش هي الحاجة الجديدة اللي ولاو يديروها في لي كورتاج تاع دوك ويعاقب عليها القانون يخرجوا كي يخرجوا من يخرجوا من الكارو يعاقب عليها راك مليح بصح ماشي تما عندك معليش كي عرقلوا حركه فوالا سيتي لا بون سيتي لا بون ريبونس سيتي لا هو يحبس يعرقلوا حركه السير سيتي لا صراو ديكا سيتي لا بون ريبونس فهمت يا اخي سيتي لا بون ريبونس ماركي لي ان بوان هنايا سيتي لا بون ريبونس مي سيتي مليحه نوم هادي انا كنت راه ما تفهم مليحه واش هو صح واش هي المهنه ولا صاحب المهنه اللي كان بكري كنا لازم نحكموها لافونس دوكا كي ما يجيش تقدر تقول ما يهمش الكاميرا مان لا جمال لو جاوبنا جمال تفضل الكاميرا مان الكاميرا مان فوتوغراف نقبل على الجواب تاعك نقبلو انا ما يفيدكم فوتوغراف هو فوتوغراف كاميرا مان لا مي فوتوغراف دوكا ما يهمش باسكو تراك في ميتي اللي تصور التليفون التليفون تصور خممت انا في واحد اعطيني والله غير نقولوا لا لا ولا لا خممت فيهم باكي تفكرت قلت قلت لي يذبح في العيد وبعد كيفاش تذبح لك باش كي ما يجيش مثلا 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 الياس قرعه فورمي معليش مقبوله منك لا مقبوله مليحه مليحه شحال من الكاميرا ايوا دي مليحه شحال من الكاميرا تقدر تكون في عرس تاع دوك قد ما اعطيني جواب راه ايليميتي اعطيني جواب 20 20 مع 20 معليش مقبولة 1700 280 280 اي والله قال 400 400 عليك الي 200 واش جاوب صح ايوا هذه سهلة تاني اعطوني واش هي التقنية الجديدة المستعملة الا في الاعراس تاع دوك وما كانتش بزمان بالنسبة لمؤدي الحفلات تاع الاعراس اللي هي تقنية المستعملة من طرف مؤدي تاع العرس تاع دوك وما كانش بكري نقول له دي جي عطيتك لا شونس روبوتيك التقنية الجديدة المستعملة من طرف مؤدي العرس روبوتيك ما كانش في العرس تاع التقنية لا تقنية التقنية اللي يستعملوها في العرس ماشي اللي لا اللي زان تاع العرس مؤدي العرس اللي يديروا العرس مؤدي راحت لي واش هي العادة ايوا انا ملاح هذه صعبة واش هي العادة
اللي اصبحت عند جوستومون اللي ادوا العراس هذه من بين التقنيات الحديثه اللي راهي دوك ما كانش زمان ولاو يديروها بزاف بزاف المغنيين كي يراو يراو سيرسان هاي خلاص تبراح لا لا التقنيات الجديده التقنيات الجديده اني معليش انا باش نستفادوا استفادوا خلاص صاي صاي على بالي بصح نستفادوا قلنا لك باللايف هذه يدير اللايف تاعهم بلا مباشره نحط اللايف ودير سيده وغني بتقدير اه سهله هذه بصح تكون لو بوين واش هي الهديه اللي مازال عايشه بين العرس تاع بكري والعرس تاع دوك مازال عايشه ليومنا هذا تفضل تاع طريق اللي هي سيرفيس لو سيرفيس تاع واش تاع الماء بارك الله فيك افيكتيفمون الحاصل تاع الطاجين تاعنا تاع العرس تاع بكري تاع دوك تصبر على نتيجه تاع 12 مليون ونجنقلوها باش نروح المرأة تغرى الاخر رضوني عينيك ها سيدي النتيجه اللي عدت الان في المرحله المواليه راهي مازال 12-8 تدخلوا في النقطه 13 والنقاط يوليو بالدوبل مليح وهما عليهم باش اربع نقاط باش يلحقوا خمس نقاط باش يلحقوا نقبلها راح نديروا دوكا الكوكتيل والكوكتيل تاعنا هذا الخطر راح يكون موسيقي رفقة زينو تاعنا راح يعطي عرض عليكم ليكم انتم الاولين اغنيه بونيه باش نجيبوا شكون هي الاغنيه هذه راح تجي بطريقه مقلوبه تعرفوا عليها ان شاء الله الاغنيه الاولى اسمع مليح رضا طلياني جوزيفين ما درتي فيها نقطه هاي ليك هاريس لينا دوكا عندنا كلمه كلمه العنوان ولا تربت طريق تيكو باوين لي غزامن اكلي غزامن صحيح لاني ودي ناكلي غزامن تا اي لاني ودي مما غي طرفا مليحة الاستاذ قال لي واعر قلت له هاتكم شوز استاذ دكتور لينا بالدوبل لا 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 دوك وي دوك وي وي دوك بارك الله فيك تلميذ مجتهد في هذا تلميذ مجتهد هو الاستاذ قدامه تلميذ مجتهد اعطيني الاكستري مراد جعفري مراد جعفري هو بصح لو تير تير تاع الاغنيه تاع واش اللي خدمها معنا جعفري كرونو ماشي جات الشتاء وجات الرياح نو كرونو لا 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 مراد جعفري خو صحيح بارك الله فيك زرنا بارك هي هذه هو اللي كي هو يجبك ما عنديش صح جبتها اخو جبتها قانون اش قلنا الانتربرات والعنوان معليش السلام عليكم بارك الله فيك اوكي هريسه هاي زيد واحده عاوني عاوني انا القتال القتال انا عندي تيموح جام هي العنوان باليرمو باليرمو اسكت العنوان انا سهلتها لك روحي برواحي هي مزيه كيما رحش نقطه منها هي اغنيه جديده مازال ما والو والله ما عرفتها كيما عرفتها نكتشف بقات وحده بقات وحده اللي كيما منا بقات وحده اللي كيما منا هاي داكو زيدنا وحده شبيلال شريكي استعلا فيستا يما هاي ماركي منا وحده الهريسه تلتاش خمستاش طلعت هاي أيوة فرقة الداي بأغنية ماريا فور ما كيلي نقطة نوصلوا لآخر مرحلة المرحلة الثانية في المصباح أيا حزمة
اي تحاسبون راح نطرح عليكم اسئله وي. الاجوبه لازم تكون كل خطره بحرف. اليوم الحرف تاعنا اللي خيرناه هو حرف الراء. الراء حرف الراء. دوك نعاودوا نقولوا القانون تاعنا اللي اخترعناه. كل واحد فيكم اي ربع يدي يا ربع يدي يا تلاميذ. بارك الله فيك. اي ربع يدي تلاميذ واش نواصلوا الحصه تاعنا. سهل اول سؤال دائما حطوه سهل باش تدخلوا في النمط ومن بعد باش تفهموا. خاطرش كاين اللي متعودين كما مثلا كما جمال ولا اوكي مي سينون الاخرين باش تفهموا. اول سؤال من فضلكم اعطوني افضل شهور لدى المسلمين. رمضان. رمضان. رمضان بيبدا بالراء. سي تو بون ريبونس فوالا. افضل افضل شهور لدى المسلمين. رمضان. اكبر رمضان سي بون. هذا باش تدخلوا في الريتم. تقولوا لي انا نعبر. سؤال ثاني حاجه ممكن ولا مال دابيك تتفاداها في شهر اوت. فداها في شهر اوت. ما كملتش السؤال على بالك. ما كملتش كامل السؤال. ندوا لك وعلينا. ندوا لك وعلينا. راهو بعيد. لازم والله بالك يدوفيني بالك يدوفيني. ندوا لك وعلينا. تتفاداها في شهر اوت في عشيه كي تاكل السردين تبدا برا. دونك لا تنساها. اعطي ما كاين دو فوا ليكيب تاع مايونيز اللي هو بوزا قبل نهايه السؤال. صحيح. صح. طيب. اعطونا دوكا. ما تبزيش قبل السؤال. ما تبزيش قبل السؤال. انا قلت الاستاذ. الاجوبه كامل. ايا تحاسبوا تبدا بحرف الراء. كل واحد يربط يده. سيبو بي سيبو بي سيبو بي. جهاز تلقاه في اغلبيه الطائرات والبواخر يبدا برا. رقم واحد. الراديو. الراديو مقبولة. أنا عمي مقبولة. راديو مقبولة. مقبولة. أنا نسمع. رادار. رادار. راديو. مقبولة. مقبولة. بالطيارة راديو. مقبولة. تمشي بالراديو. سؤال سهل بزاف لو جاي. هيا تبدأ بالحلف الراء. نادي عالمي. ريال مدريد. ريال مدريد. بحير صحيح. أجوبة كامل تبدأ بحرف الراء بعد ما أعطيتونا الجواب تاع نادي عالمي. أعطونا دوك الآن ممثل جزائري. واحد. رشيد فارس. رشيد فارس. الله يرحمه برحمة الله. بارك الله فيك. بون ريبونس. بون ريبونس. هم دخلوهما في المرحلة تاع الأجوبة نقطتين وكل شيء ممكن. ممكن تكون ريمونتادا انتم على بعد اربع نقاط اجابتين صحيحتين فقط وتلحقوا البونك بصح هما كواب ثانيه كيكملوا فيها. نبداو الاجوبه كامل تكون بحرف الراء. خويا وسيله اعلاميه ثقيله. واحد. راديو. الراديو. انا عمير صحيح. السؤال الموالي الاجوبه اجوبه ماذا بكم تكون بحرف الراء وهنا راح تغلطوا. أنا قلت لكم على فونس وعلاه راح تغلطوا وعلاه؟ خاطرش راكم تسرعوا. أعطوني وش هي لازم تستعمل في الكلام تاعك كي واحد يكون زعما زعفان تروح ليه. رزانة. 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 تروح تستعمله أو زعفان. رزان. أعطيني لي دو بوان يروحوا لإيكيب تاع هريسة واحدة وزعفان. كي تروح ترعي واش تروح دير له؟ تروح تراديه. بارك الله فيك. في بعض الاحيان السرعه مش مليحه. في بعض الاحيان السرعه مش مليحه. اسمعني نسمعك. الاجوبه بحرف الراء الوضعيه هذه يقولوا لها اعطاء وجهه نظر. راي. راي. سي اون بون ريبونس. صحيح. انا جيت ما شاء الله. صحيح. سؤال سرعه. سؤال سرعة كل واحد يجبد روحه كل واحد. سؤال سرعة الياس تفضل تفضل استاذ. سؤال سرعة الأجوبة كامل تبدأ بحرف الراء. أعطوني اسم رجل. رشيد. رشيد سي اون بون ريبونس. أنا عمال هما راكو على بعد نقطة واحدة جواب واحد هما زوج زوج ولا ثلاثة داكور صحيت. كامل الأجوبة في أيا تحاسبوا يبدأوا بحرف الراء. بعض السيناريوهات مقتبسة من بوزيت لا كيسيون رياليتي. من لا رياليتي. دوكا لا رياليتي كيفاش نحسبها انا دوكا. اعطيني ان بوان ليكيب. روايات. ان بوان ليكيب. خلاص يا هريسة اعطينهم لو بوان تاعهم نلغلقوا به الحصة هذه والفوز تاع فريق مايونيز. نعم اليوم لا رياليتي راهي لغة فرنسية تبداو بالله رياليتي.
رياليتي برا وخلطها انت وبعد الريوان. شكرا لكم، يعطيكم الصحة. ايام وايام الغير منتظر، وانما هديه في بعض الاحقاد، سلسله تاع 36 واقي الفوز تاع المنتخب خرجت ضد غينيا استوائيه، دونك في بعض الاحيان كان بعض اللقاءات هكذا اللي تصرى ان اتوندي، وانما الفوز مبروك عليك. الهديه مهديه من طرف الممال تاع العصا تاعنا برونت والاختيه الاخرى بتحشي ديها في الرين بيان سور لو باك سبيسيال سي فيتال كومبلي بجوزي بيه رمضان كما لازم الحال. الكومبلي ميزون تاعنا اليوم نقول لكم اللي لازم دوك تجاوبني على 10 اسئله، الاجوبه خليهم عندك نعطيهم لي بالترتيب داكور، مورا بيان سور كي نكملوا حنايا نخليك انا نسمعهم اليز ومن بعد نديروا الكرونو تاعنا تعطيهم بالترتيب تكون صحيحه بالطبع. واني بيان داكور نبداو استاذ ودون سيد قاعد تهضر عليك. اعطيني من فضلك اول سؤال، وش هي عمله روسيا؟ عندك مسلسل محدد تبعه انت في رمضان؟ كيش يقولوا مجموعة تاع 13 بالعربية الفصحى صحيح. على من كان يلمح المرحوم الباجي في أغنيته يا المقنين الزين؟ على من كان دارها كتب على واحد بالتحديد؟ ماذا بيك تقولنا شكون قلقك في فريق الخصم؟ المقروط أصله من سوريا صحيح ولا خطأ؟ غابة استوائية معروفة في البرازيل، شكون يلعب خير؟ ياسين ابراهيمي ولا امير سعيود؟ ستة في ستة. جبل عرفة هو جبل اعطيني تسلسل اعطيني كرونو. L'homme l'a fait Russie, je pense. Aucune idée. L'homme l'a fait Russie. Oh. Oh, cher. Mais c'est pas où tu te répondais, cher. Rouble. Eh, ma. Oh, ya, cher. عندي شي معلومة. ميرسي بوكو على كل حال، مبروك عليك. روبل روبل اروع اروع. روبل روبل انا عمي روبل تاعنا الروبل العملة تاع روسيا. شكرا لك الجمال كالعادة. تري بون بارتيسيباسيون مع طارق نهار اليوم. شكرا لك الأخت على المشاركة تاعك صح رمضانك. ليكيب توما ياسين والأخ الياس قلت لك ياسين إبراهيم وأمين نتلاقى بكم غدا إن شاء الله. هيا سلام.